بعد اكتفاء السوق المحليه توجهنا الى الصدير. هذه ثاني عمليه نقوم بها وان شاء الله ما تكونش الاخيره. احنا اعطينا اشاره انطلاق رمزيه لتصدير موال الكهربائي نحو دوله العراق في اطار اتفاقيه تم امضاؤها مع مجمع طروس وعن طريق شركته الفرعيه اللي هي شركه اونكس. في المساء وبعد الزوال سنشهد انطلاق عمليه ثانيه من مصنع صاياك المتواجد بمدينه العلمه، حيث سنقوم بتصدير ملحقات ومكونات العداد الكهربائي نحو دولة تونس. هذه العملية تعتبر العملية رقم 18 بداية من 2022 والعملية الرابعة في سنة 2024، حيث نعدل ما نصدر ما بمعدل 4 شحنات سنويا، شحنة كل 3 أشهر نحو دولة تونس، وحيث قمنا بقلب الكفة وأصبحنا في قبل سنة 2021 كنا نستورد جميع المعدات نستوردها من دول الجوار ومن دول أوروبية، وحاليا أقلبنا الكفة وأصبحنا كفينا السوق المحلية وأصبحنا نصدر فائض الإنتاج نحو دول الجوار ودول الأوروبية ودول الشرق الأوسط.